على كل حال صفقات زي ما اتكلمنا من العيار الثقيل دلوقتي احنا بنختم بيها هذا الشهر، وان شاء الله اللي جاي بقى يكون يعني افضل بكتير. وخلينا نتكلم بالتفصيل يا كريم بقى عن هذه الصفقات برضه سريعا. فعلا الميركاتو كان لافت جدا للنظر، وفي ناس كتير بتعتبر ان هذا الميركاتو احنا نقدر نحارب بيه، مش مجرد زي ما كنا بنقول من شويه ننافس بيه على احدى البطولات. يعني الحقيقه مجهود كبير جدا لازم يعني نقف عنده، مجهود كبير جدا من الجميع، كل من كان طرفا في ابرام تلك الصفقات الممتازه واجراء تلك المفاوضات والاتفاق على كل التفاصيل. وبالمناسبه عايزين نقول لحضراتكم ان الموضوع ده مش وليد اللحظه، الموضوع ده بطبيعه الحال شغال بقاله فتره مش قصيره، صفقات نقدر ننافس بيها في كل البطولات الموسم القادم وبمنتهى القوه، خصوصا وان النادي الاهلي كالعاده يعني عنده برضه من ضمن اوجه الاختلاف او التميز بالمقارنه بقيه الفرق انه عمره ما كان عنده 11 لعيب بس هما اللي كويسين، الكل في النادي الاهلي لازم يكون على نفس المستوى، اللي بيلعبوا اساسي زي اللي قاعدين على دكه الاحتياطي. عموما حتى في النادي الاهلي مفيش حاجه قوي اسمها لاعب اساسي ولاعب احتياطي، الفريق بينافس في كل البطولات ومحتاج كل اللعيبه، وحضراتكم عارفين زي ما كان حاصل الموسم ده اصابات انذارات كورونات الى اخره، فطبعا مهم جدا ان تكون دكه الاحتياطي ما تقلش في اهميتها وفي كواليتي اللاعبين فيها عن اللعيبه اللي بيلعبوا في ارضيه الملعب. طبعا اختيار نوعيه اللاعبين اللي تعاقدنا معاهم هو كمان يعني كان من الامور المختلفه جدا، ان كل لاعب منهم على حده عنده قدره عظيمه على انه يلعب في اكثر من مركز، فطبعا دي نقطه مهمه جدا. مش احنا اتكلمنا في الموضوع الانتقالات ده قبل كده والماركات، وكنا بنقول الاسبوع اللي فات تحديدا لما ابتدت اشاعات كتيره جدا تطلع وتهكنات والاهلي هيضم الاهلي هيمشي الاهلي هيودي اعاره الاهلي هيبيع، قلنا لحضراتكم نصبر لغايه لما يطلع تصريح رسمي من النادي نفسه وساعتها ان احنا نقدر نتكلم، هو ده الصح وده اللي احنا نعرفه. لكن الكلام اللي كان داير بشكل يعني غريب جدا في منابر مختلفه وفي مواقع مختلفه كان عليه علامه استفهام، لو حضرتك اصبر شويه وخد المعلومه من المصدر الرسمي بتاعها. دلوقتي بنتكلم ان المصدر الرسمي خلاص صرح، واحنا عندنا بيرس تاو اللي بيلعب مفروض وينج يمين وشمال ومهاجم، هو شخص يعني لعبه زي ما بيتقال على كده قوي جدا، سميه وهمي، على كل حال مكسيوني هو يعني في الوينجين، وده هيدي مساحة زي ما بيتقال كبيرة جدا للعب لكمان علي معلول وهاني وأكرم. طيب التعاقد كمان كان مع كريم فؤاد واللي عنده قدرة في اللعب في أكتر من مركز، برضو بنتكلم يمين شمال، وسام حسن برضو هذا اللاعب المحترم جدا والشاطر جدا، رأس حربة ممتازة.